صقور الجو العربية ترحب بكم وتقدم لكم برج السيطرة الجوية يقوم بمساعدة طائرة ميك 25 تعاني نفاذ الوقود. قصتنا لهذا اليوم من الأيام الخوالي التي يرويها لنا العميد المسيطر عبد الغفور الخالدي، كيف قام هو وزملائه من تقديم المساعدة لقائد طائرة الميك 25 للنزول الاضطراري في قاعدة قناص الجوية وهي تعاني نفاذ الوقود بشكل خطير. برج السيطرة الجوية قاعدة فرناس الموصل في يوم صباحي بارد من أيام الشتاء من عام 1986، لست متحققا بالضبط عن اليوم والشهر، أما في كانون الثاني أو بداية شباط. كانت الحالة الجوية في ذلك الصباح صحوا والجو مشمس وجميل. لم يكن في ذلك اليوم لدينا طيران تدريبي في قاعدتنا، لا زالت الحرب العراقية الإيرانية مستمرة والعمليات الجوية والدفاع الجوي في نشاط كبير. أقلعت إحدى طائرات الميغ 25 من قاعدة تموز الجوية الحبانية بمهمة اعتراضية للدفاع الجوي داخل الأراضي الإيرانية في المنطقة الشمالية عند المثلث العراقي التركي الإيراني. وهنا يتحدث لنا العميد المسيطر عبد الغفور الخالدي صاحب القصة. في صبيحة يوم شتوي صحو ومشمس، كان موعدنا مع تأمين سلامة نزول طائرة ميك 25 بعد تنفيذها الواجب المكلف به وعودتها مع شحة كبيرة بالوقود لا تزيد عن 500 كيلوغرام، وهي تبعد عن مطار فرناس 200 كيلومتر. هذه الكمية من الوقود لا تؤمن عودتها إلى القاعدة الأم، وكانت أقرب قاعدة لها هي قاعدة فرناس. وقد تمكننا بفضل الله تعالى من تقديم كل المساعدة الممكنة لتأمين نزولها، علما بأن مدرج مطار الموصل غير مهيئ لاستقبال مثل هذا النوع من الطائرات. وأتقدم بجزيل الشكر والامتنان لقناة صقور الجو العربية لاهتمامها وجهدها المتميز في توثيق الأحداث المهمة في تاريخنا الجوي العظيم. قبل الساعة 8 صباحا بقليل رن جرس الهاتف المباشر بين برج السيطرة وحركات قاطع الدفاع الجوي الرابع. أجاب نائب عريف طارق مسجل حركة الطائرات قائلا: نعم سيدي. أشار لنا بأن آمر قاطع الدفاع الجوي اللواء الطيار الركن موفق سعيد باقيا على الخط ويريد أن يتحدث مع أحد ضباط المسيطرين المتواجدين بالقرب منه. تم تبليغنا من قبله أن هنالك طائرة من طراز ميك 25 بمهمة اعتراضية قرب المثلث العراقي التركي الإيراني، وقد تمكنت من هدفها الذي كانت تطارده داخل العمق الإيراني، وقد استهلك معظم وقود الطائرة ولم يتبقى لديه سوى 500 كيلوغرام، وموقعه شمال شرق العراق، وأن أقرب مطار له هو قاعدة فرناس الجوية التي تبعد عنه بمسافة 200 كيلومتر. كان الموقف صعب جدا ولم يكن هنالك مهرب من اتخاذ الإجراءات السريعة، علما أن المطار لم يكن مؤهلا لاستقبال طائرة من هذا النوع لأن طول المدرج أقل من 3 كيلومتر. الاستعدادات في برج السيطرة وتبليغ المراجع. حضر آمر وحدة السيطرة والأنواء الجوية المقدم من مسيطر ميسر العلاف، ومن ثم تبعه بعد قليل قائد القاعدة العميد طيار ركن قيس ربيع وآمر جناح الطيران العقيد طيار الإفصاد. قائد طائرة الميغ 25 يراقب كمية الوقود وهو يعود من المهمة ويصل وقود الطائرة بعد مطاردة الهدف بسرعات عالية. مؤشر الوقود يشير إلى 500 كيلوغرام المتبقي في خزان الوقود. يخبر قاطع الدفاع الجوي بهذا الأمر
يقوم بتحويل الارتفاع إلى سرعة والانحدار بشكل تدريجي للمحافظة على صرفيات الوقود. بحساب سريع، تقطع الطائرة مسافة من 11 إلى 13 كيلومتر بالدقيقة، وهي بسرعة 780 كيلومتر بالساعة. وعادة تكون صرفيات الوقود للمحرك الواحد تقريبا 25 لتر بالدقيقة، وبما أن للطائرة محركين فتكون 50 لتر. القرار الأخير كان بالاتفاق بين قائد الطائرة ومسيطر قاطع الدفاع الجوي مركز التوجيه أن يأخذ اتجاه 260 بشكل مباشر نحو قاعدة برناس الجوية. برج المراقبة، نظرا للموقف الحرج لم نجد بدا من الاستعانة بشاشة جهاز الاسبود RSPN كتيري لعدم توفر الرادار في حينها. وجهاز الاسبود يتعامل آليا مع الطائرات الروسية إرسال واستلام ذاتي ترانسبوندر يونت. كان المسيطر محمد أيوب هو من يراقب الطائرة على هذا الجهاز لمعرفة مسافة الطائرة وتأمين الاتصال على قناة الاستغاثة الدولية 121.5 المسموعة من قبل الجميع. كان قائد الطائرة يؤكد مع كل اتصال شورت فيول بدأت الطائرة تقترب من المطار وأصبح موقعها موازي للمنطقة الشرقية ببعد يربو على 20 كيلومتر. نداء من برج السيطرة إلى الطيار يعلمه بأن المطار قريب. هل يراه؟ أجاب الطيار بالنفي فهو لا يرى المطار. بادر النقيب عبد الغفور الخالدي بفتح باب البرج والخروج إلى الشرفة، فسمع صوت الطائرة من الجهة الشرقية واستطاع تمييزها. نادى المقدم ميسر العلاف طالبا سؤال الطيار هل يرى الدخان المتصاعد من برج معمل سمنت حمام العلي والذي يقع إلى يمينه الساعة الثانية؟ أجاب الطيار نعم، إنه يرى الدخان المتصاعد من المعمل. هنا تنفسنا الصعداء. طلب منه الدوران إلى اليمين باتجاه 340 وأن يقوم بتأخير إنزال العجلات قدر الإمكان. أثناء الدوران إلى الإنباوند أخبرنا الطيار أن مؤشر الوقود يقرأ صفرا والطائرة معرضة للانطفاء بأي لحظة، لكنه تمكن من مشاهدة مدرج النزول وهو في مرحلة الفاينل. لقد تم رفع شبكة إيقاف الطائرات واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة. في مراحل التقرب الأخيرة انزل عجلات الطائرة وشاهدنا نزولها بواسطة المنظار والثواني بانتظار المفاجأة. لم ننسى الدعاء في تلك اللحظات. لامست عجلات الطائرة أرض المدرج، صرخ الطيار، انطفأت الطائرة واستخدم موقف الطائرة الاضطراري واستخدم البريك باراشوت. وصلت الطائرة إلى نهاية المدرج ولامس شبكة إيقاف الطائرات ونزل الطيار من الطائرة سالما، وتم نقل الطيار إلى حركات القاعدة بواسطة عجلة كانت تنتظره. بعد أقل من ساعة جاءت مفرزة فنية لإعادة تجهيز الطائرة، وقد هبطت طائرة النقل في مطارنا. وبعد تجهيزها أقلعت الميغ 25 باتجاه الحبانية. إن دور المسيطر الجوي هو تأمين سلامة الطيران في السلم والحرب، وكل الجهود تتكامل من أجل طلعة جوية ناجحة. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس وشارة الإعجاب ليصلكم جديدنا. تحيات صقور الجو العربية. الرحمة والخلود للشهداء العراق والخزي والعار للخونة والمارقين، مع تحيات صقور الجو العربية.
كانت لنا دار وكان لنا وطن، ألقت به أيدي الخيانة للمحن، وأبذلت فيه إنقاذه أغلى ثمن، بأيدي دفنت فيه أخاك بلا كفن، إلا دماء وما ألم به وهن. مع تحيات قناة صقور الجو العربية.